بنسمع كل يوم الصراحة أو كل يومين يعني إنه في عينات وفي تحاليل، ومن ثم الحمد لله ونضلها على طول الحمد لله نتيجة سلبية. الحمد لله رب طيب العالمين. إيش قديش الآن صرنا فحصين أو ماخذين عينات؟ حتى مساء أمس عدد العينات التي تم فحصها من أشخاص اشتبه نتيجة الأعراض اللي عندهم إنهم مصابين بفيروس كورونا بلغ 49 فحص، وبفضل الله 49 عينة التي تم فحصها كانت سلبية اها، ال 49 حالة الحمد لله كله سلبي بفضل الله. الحمد لله. طب النتيجة بتطلع خلال قديش او بعد قديش يعني؟ خلينا نحكي شوي عن طبيعة الفحص. تفضل. عند يعني الاشتباه بالشخص بأنه أصابة بتأخذ مسحة، والمسحة هذه مش عينة دم، هي عبارة عن مسحة بتتاخذ يعني إما عن طريق الأنف أو عن طريق الحلق وترسل للمختبر المركزي. الخدمة التي يتم بها الفحص هي خدمة موجودة مركزيا، مش موجودة في كل المختبرات لطبيعتها، موجود فقط في المختبر المركزي اللي موجود في عيادة الرمال، ويعني معروف بتسمى فحوصات البي سي آر. بمجرد وصولها إلى المختبر المركزي وبدء التعامل معها حتى تخرج النتيجة بتحتاج تقريبا 6 ساعات، عملية تحضير العينة يعني على مراحل حتى ظهور النتيجة. بعد ظهور النتيجة بيتم إبلاغها للجنة العليا الصحية لمتابعة موضوع فيروس الكورونا، بيتم إبلاغ الأشخاص أو المستشفيات اللي موجودين بالنتيجة. بعد خلال يعني وقت قصير يعني بنطمئن أول أنه صاحب المريض الذي ينتظر، المستشفى التي تنتظر النتيجة هي التي تبلغ. بعديها تقريبا بنصف ساعة بيتم تصدير خبر للإعلام بعدد العينات والنتائج. كويس. طب من يجراه الفحص بناء على ايش يعني؟ في شيء معين مثلا الاشتباه احنا صحيح، يعني في شغلة بناء طبعا على تعريف لمنظمة الصحة العالمية، بالإضافة للعمل أو التوجيهات اللي بتتم من اللجنة الصحية، من هم الأشخاص. مادة الفحص هذه مادة غالية الثمن وشحيحة عالميا، لأنه فيروس كورونا فيروس جديد، وبالتالي الإسراف فيها قد يعني يخلق أزمة كبيرة، وبالتالي حسب التصنيف يوجد تعريف للحالة المشتبه بها، ويعني بناء عليها بتم أخذ العينة. صدر يعني في الأخبار أنه خلال الفترة اليومين الفائتين أنه وزارة الصحة وسعت من دائرة أو من تعريف الحالة المشتبه بها، نتيجة لأنه الفيروس موجود في كل مكان، ولحتى الآن بفضل الله غزة يعني غير موجودة. العينات التي تصل جزء منها يصل من عيادات الوكالة، وجزء منها يصل من المناطق الحجر أو في منطقة المعبر، وجزء منها يصل من المستشفيات. الآن كويس الحديث، يعني عندنا جهاز مثلا ولا أكثر برضو دكتور؟ الفحص بيتم على جهاز اسمه البي سي آر. في المختبر المركزي في وزارة الصحة موجود عندنا جهازين، في جامعة الأقصى يوجد جهاز وهو يعني موضوع تحت تصرف وزارة الصحة، في وزارة الزراعة يوجد جهاز موجود تحت تصرف وزارة الصحة. الآن بنقول في إذا جاز التعبير هذه خطط A و B و C، بالإضافة أنه في جامعة كمان أخرى يوجد جهاز. بما يخص الأجهزة، طبعا هذه أجهزة غالية الثمن ودقيقة النتائج، لا يوجد عندنا مشكلة. الطاقم الذي يجري الفحص هو طاقم مدرب، هو يعني خاض تجارب في فترة وباء اللي هو إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور، لأنه آلية عمل الفحص نفس الآلية، الذي يختلف هو المواد. المختبر المركزي نفسه مجهز، ونتيجة لشدة عدوى الفيروس خلال يعني بداية الأزمة تم إجراء تعديلات على المكان لنضمن أنه العينة لو كانت إيجابية ألا تسبب عدوى لا للأشخاص اللي بيقوموا بالفحص أو للمكان اللي بتم إجراء الفحص فيه. نعم، احنا قلنا المشكلة في 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 طبيعة المادة المستخدمة، في خلينا نقول مدى توفر المادة المستخدمة. احنا من خلال يعني التواصل مع يعني وزارة الصحة في رام الله، وفي تواصل الآن يعني مستمر على افضل المستويات مع الوزيرة مع الطواقم الفنية،
بالإضافة إلى التواصل مع وزارة الصحة العالمية وتوفير مادة مبدئية محدودة، وفي وعودات بوصول مواد أخرى، وفي تطمينات من أكثر من جهة أنه يعني لا تقلقوا بخصوص مادة الفحص. طيب، يعني الحمد لله الأمور إن شاء الله تمام، والأجهزة المخبرية خلينا نقول أو عمليات الفحص بتتم بغزة وزينا زي ما كان في هذا العالم للتأكد والاطمئنان، وحتى اللحظة كل ما تم يعني سحب العينات هي سلبية، بمعنى أنه لا تحمل الحمد لله يعني هذا الفيروس أو هذا المرض. أنا يعني أزيدكم اطمئنانا أيضا أنه تفضل. إحنا حينما نتحدث عن 49 عينة، في 6 عينات من هذه العينات فحصت في مختبرات الوزارة في رام الله، بالإضافة أنه عينات عشوائية، وهذا الإخوة الفنيين يعلمون أنه هذا إجراء فني معروف لتأكيد موضوع جودة الفحوصات المخبرية. جزء من العينات التي فحصت في مختبر الوزارة تم إجراء يعني فحص تأكيدي لست عينات، وبمعرفة واطلاع اللجنة المركزية والممثلين عن منظمة الصحة العالمية تم فحص من قبل استشاري في البيولوجيا الجزئية في إحدى الجامعات الفلسطينية، وكانت النتائج التي ظهرت متطابقة 100%، لنضمن أن الجهاز يعمل بكفاءة عالية وأن الآليات بكفاءة عالية. فأنا يعني أعتقد أنه بما يتعلق بما يصلنا من عينات والنتائج، يعني دقة العينات عالية جدا. الحمد لله، النتائج ربنا إن شاء الله يسلمنا جميعا بإذن الله، ويعطيكم ألف عافية، وشكرا جزيلا على هذا التوضيح والتعقيب. معنا دكتور أيمن الحلبي، مدير عام المهنة الطبية وزارة الصحة، وزي ما سمعنا 49 حالة في غزة تم إجراء التحاليل لهم، وكل النتائج طلعت يعني سلبية. إذاعة صوت القدس، صوت حر لشعب حر.